هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة. السوقة جمرة، تقرميشة تونسية وبنة عالمية. سيدة عالبنة متفهمين. عسلامة. مرحبا بكم في الكوجينه، معايا كالعاده شيف عباس. اليوم باش يعمل لنا الغوسيت نتاع شو اسمه المعمول اللي هو نعملوه فينالمون في مول كيف من هكايا. يجي بون يشبه شويه الغريبه اما فارسي. غريبه فارسي في العاده المعمول يكون فارسي بالدقله اكثر حاجه. أي. ولا بالفاكهه. اليوم باش نعملوه فارسي بالشمايه. دونك عندنا شمية شوكولا هذية بابيون باش نفرسيوها بالشمية نتاعنا. تخي بيان. دونك معمول وبعد باش نعملو زادا كافي ليجوا مع بعض. كافي ليجوا مع بعض. هيفا شحالك؟ صافا وانتي؟ الحمد لله. هيفا نذكركم سي اون بلوغوز كولينير، تلقاو اختراعاتها الكل ولي زانسبيراسيون نتاعها الكل على الباج انستغرام هيفا.الكتاب. فوالا. واليوم باش نعملو مقرونه بالحبق. سبيسياليتي ايطاليان. كل مره نمشيو فوالا كل مره ندورو في بلاد. دونك اليوم باش نعملو مقرونه بصوص بيستو بالدجاج اللي هي حبق. حبق فوالا الباز نتاعها حبق بارميزان و بندق. هذايا سي لا باز نتاع الصوص بيستو. باش نستحقو زيدا للمقرونه باش نستحقو الدجاج كريستو وزيت، وهنا باش نفوحوا ملح فلفل اكحل وثوم. تري بيان. وبعد زاد كيفاش نعملوا سامسا؟ باش نعملوا سامسا نحطوا فيها زاد شويه الصوص بيستو. نبداو بالصوص بيستو. اي اول حاجه نبداو نحطوا الحبق في الماكينه نتاعنا. نضيف دونك الماكينه هذه نتاع مولينكس تمكن لنا فيسا فيسا باش نعملوا اي خليط هكا نحبوا نردوه فريمون فان. اب باش نحطوا معاه نقصوا شويه بارميجانو. هنا الحقيقة راني عندي فما حاجات هكا نبدلهم في الصوص بيستو نتاعي نعملها. نعرف اللي هي الغوسات سي متونسة مش متونسة الحقيقة. البندق ما عادش نستعملو ياسر خاطر غالي ياسر. نجم دونك سوا نحيه سوا ساعات نعوضو نحط شوية زوزة ولا نوات كاجو زادا. فما برشا اللي يعملو ولا نوات كاجو. علاش لا؟ فما زادا اللي يعملوا في بلاصة الحبق يحطوا سبناخ ولا يحطوا الحارة الجرجير الغوكيت. شنو تلوج هاي فاكرة؟ تلوج على مغرفة. مسيلش حط بيدك توتي الحبق حطيته بيدك باش ما يتفرطش. فوالا اون بلوس. فوالا ميرسي. زايد مع الشاي بحاسين مغرفة باهية ونص. لازم نزيدوا شوية الثوم. تحط فيه ثوم؟ انا نحط فيه شوية نحط ثوم ونفوحوه فوحوا ملح وفلفل اكحل اكهو مش برشا ملح. ردوا بالنا من الملح خاطر فما جبن اللي هو ديجا ملح والحبق هو بيدو ملح شوي. نفرق توا الزيت باش نصبوا شويه زيت ولينا اونتخ تون. انا ظهر لي مقرونتك لازمها زاده شويه ما يغلي هكا ولا اي او باش نسكرها هذي. اي فوالا الترافاي. دونك باش نرحيوهم. هيت عليك هيت عليك هذيك سبيسياليتي مريك. ايه.
بون باش نشوفوها بك شي ناقصه زيت. هلا سي بون باهي هي مريقله جات من الضربه الاولى هي التكستور نتاعها هي لا دونك دي نخليوها دو كوتي حتى ريحتها بنينه. خليك تحط المقرونه ظهر لي باش نحضر نقص الدجاج. قص الدجاج وحط المقرونه تو ورده. خلينا الجرابت خذينا الجرابت ديما دي بات كورت للمقرونه بالبيستو. لازم دي بات كورت اي دو بريفيرونس فما شكون يحبها راهو بالسباغيتي وكل. اما حطيت لك ديجا الملح. داكور اوكي شيف. دونك نحن باش نبداو البات نتاع المعمول نتاعنا اي اللي هي الباز نتاعها سميد. عندنا سميد جيد وردة. وردة. جيد اول حاجه نحطوا لها شويه فرينه باش تشد. قداش شوي؟ باه هذه 250 غرام سميد. اي باش نحطوا عليهم 60 غرام فرينه. فوالا يعطيك الصحه شيف. باش نحطوا عليهم 60 غرام سكر. اي وباش نحطوا عليهم 60 غرام جولدينه. والخميره هذيك باش نحطوا شطر واحده. دونك شطر باكو فانواز خميره. شطر باكو فانواز خميره. سي بون. دونك نحطوا نحطوها ونعجنوا. دونك انت تشوف ملاك كيفاش ولاتنا كيما كيما البات سابلي كيما البات سابلي. دونك نحن اش نعملوا نحطوا لها شويه ماء. اي سخون تحب ولا لا؟ لا 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 نحطوا شويه ماء بارد. دونك نحطوا شويه ماء هات عليك نمشي نصب لك شويه ماء بارد شويه ماء جوست باش نلموها. فوالا شيف عايشك. جوست باش تتلم اكاهو. دونك سي لو ميم برانسيب مع الباسابلي. مش برشا جوست تتلم شويه جوست تتلم شويه كيما البات بريزي بالضبط فهمتني. ومن بعد من بعد تجي تخدمها هوني. فوالا نخدموها هيت عليك. ناخذ بول صغيره من عند هيفا. هيفا نحي لك هذوما. ميرسي. الوغ لو طون اللي يحط جوست ال في البول باش نبدا نطيب انا الصوص بيستو نتاعي بالدجاج. دونك شنو عملت؟ قصيت هوني بلون دو بولي كويستو هكا غروسيامون وتوا مع الزيت باش نحطو. تفوحوا جو سوبوز بيان سور. اي ملح وفلفل اكحل وثوم. ما بعرفش نزيدوا البيستو بالطبيعه. اما في الاخر كي يبدا سي طاب خاطر ما يطيبش فريمون البيستو اي سينو يكحل ويولي منظرو كيكبر. فوالا دونك توا جوست باش طيب الدجاج هكا وتستنيني شيف اونتخ تون وين وصلنا؟ توا نجمو نعملو المعمول نتاعنا. عندنا شمية حاضرة البات نتاعنا حاضرة دونك نخدموها ديريكت البات معناها لا ترتاح لحد شيء. نجمو نخدموها ديريكت
هو ديما اي باترا وماذا بيك ترتاح. اما نجمو نخدم هذيا نجمو نخدموها ديريكت، نحطو دونك في المول نتاعنا نتاع المعمول، تلقاهم توا يبيعوا فيهم هذوما بارتو. دونك نحطوها لهنا ونفرسيوها بالشمايه، ما نعملوهاش خشينه برشا. بعد تطيبوها في الفور، ومن بعد باش نطيبوها في الفور. الفور لازم يكون سخون قداش؟ الفور لازم يكون 150 درجة. 150 درجة. لازم تقعد بيضة. ما يكونش لازمها تقعد بيضة. كيما الغريبة نطيبوا الغريبة نخليوها بيضة باش تقعد لنا هشوشة وطرية. كيف كيف المعمول البرانسيب هو بيدو برسك. دونك. أوب. فوالا. إي فوالا. مانيفيك. هذايا. كعبة المعمول. كعبة المعمول. خليك مالا تكمل المعمول. أونتخ طون نرجع معاك. توا الدجاج نتاعنا قريب يطيب. اي مقرونه جو بونس سي بون، هي مقرونه طول باش نحطوها غاديك. وي 10 مينوت كان ميم دونك سافا. اي دونك نحطوا البيستو هكا. تحب هذيا تخرج بها المقرونه؟ ميرسي. طابطة خليوها الدنتي وتكمل تسيب غادي خيرا. اي انا محضره الدنتي. دونك الدنتي معناها ناقصه شويه تيب هكا كتليني كلو المقرونه نتاعهم ناقصه شويه تيب. دونك المعمول قعد بشويه بشويه يعمل في الفورمه نتاعو. نذكركم باش نحطوه من بعد فور هادي، قلت لي 150 درجه. 150 درجه ونخليوها لمده قد ايه؟ أبوبري 10-12 دقيقة، ما بين 10-12 دقيقة، ما لازموش يحمر برشا. الصوص بيستو توا المقرونة نحطوها الكل، وما يصيرش كي نزيدوا شوية من الماء نتاعو تاع الكويسون نحطوها غادي. وي باش نزيدوا فرماج وشخشخوها تشخشي. باش نزيدوا أنهم الجبن اللي باش تزيدوا؟ البومون تاع ديليس. ديليس وبارميزون. وبارميزون الزوز. دونك هوب أون فوا هاتي هذايا طفيه. استنى لا 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 طفيت لك على المقرونه. على المقرونه وانت تستحق السخانه باش يذوب لك الجبن وكل ما زيد تنحى وكل شيء باش تطيب بالكدا. فوالا دونك توا ديريكتومون باش نرابيو عليها شويه بارميجانو وشويه الغورمون نتاع ديليس ونخليه. هذيك راهي بنينه، راهي بنينه المقرونه هذه من بن. هي بنينه برشا المقارن ترى واش هكيكه خضره راهو تنجم تقول لي 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 ها بنينه ياسر. وكما قلت لكم تجي بنينه زاد كيف كيف بس بنيخ. اما الحبق عنده مطعم وحده اكزاكتومون. نرميو فيها تريفات الجبن هكيكه باش يذوبوا كومبليتمون في وسط المقرونه، يعطينا العلكه ويعطينا حتى لو كوتي خاص شويه نتاع الصوص. الجبن زاده كيف كيف ديليس فريمون دليل اليوم. نخليوها تتجمر شويه. ونخليوها تتجمر شويه. بعد الفاصل باش تعمل لنا صمصه بالتختيفري وباش نحط فيها شويه شويه بيستو. بيستو اكزاكتومون شويه صوص بيستو. هذا الكل بعد فاصل صغير ظهر لي سي بون. البات نسكروا عليها خليوها تشرب شويه. ديما نخليها نسكر عليها ونخليها شويه. مازلتوا معنا في الكوجينه. الوغ الصمصه، الصمصه عملناها على طريقه مالحه نحبها برشا الغوسيت هذه خاطر تبدل شويه من البريك وان بلوس فيها الملصوقه فيها حاجات بنين اما ظريفه وصغيره ما تقعدش ثقيله كي البريكه. اش عملنا؟ التختيفخي نتاع ديليس حاطين عليه مغرفه بيستو. ابخي تو البيستو اش فيه؟ فيه الحبق، فيه الثوم، فيه كل شيء، فيه المكونات اللي باش يعطيونا المطعم الكل. دونك نخليك تكمل كعبات الصمصه، اونتخو تو نحط كعبات الملصوقه بالطبيعه خذينا نتاع القمره المستطيله هذيك تعاون ياسر على الصمصه. ما بقى لنا كان جوست باش نكملوا الفينيسيون. هوب هوب البات نتاع البيستو حضرت. ونأكد ونعاود ديما خلي والمقرونه تشرب مليح الصوص قبل ما تسربيوها. خليك تكمل مالا عيبات الصمصه نتاعك. رد بالك قاعدين يتلونوا في صافي صا جي لامبرسيون زيت سخون راني نقصت عليه. شيف دونك الكافي ليجوا. كافي ليجوا
كافي لجوا اليوم باش نستعملوا جولدن كوفي الكابوتشينو. كابوتشينو شوكولا تري بيان شيف. دونك حطيت لك شويه في البويور نتاعنا مولينكس، حطيت لك شويه مي يسخن. دونك باش نحطوا زوز مغارف وباش نحطوا عليهم الماء سخون. تري بيان شيف. هذيك تجيب الكلاص. نجيب الكلاص. انتخو طون المعمول نتاعنا سي حضر له طاب. ظهر لي انا باش نعاونك على تخريج الصمصه باسكو الزيت نتاعك كان سخون. قوي على الاخر الزيت. اي وحالتك انا ظهر لي. هكا. لا ما سالش. فوالا. اب. اي اب. اي فوالا التخافاي. خليك تكمل تقلي الباقي. هاني سكرت لك على النار كومبليتمون. طافي راهو. طافي. اي خاطر. هاني نكمل كعبيت من بعد نرجع. دونك. اب القهوه. القهوه نتاعنا. لا ان كابوتشينو بالكريم نتاعو هي اليسر. دونك مالك. اي. اونتخو تون وقت اللي نتوما لاهين تعملوا في الصمصه غاديكا. أي. انا حضرت الكريم شانتيي. فانواز. مع الحليب كالعاده. الحليب بارد يكون. أي. نطلعوا به الكريم شانتيي نتاعنا حطيتها في البوتش. دونك الديسير ساهل ياسر. نجيب لك شانتيي نتاعك. داكو. لا جبتها شوف. سي جبتها شيف. ما تعبكش ما تعبكش. دونك نحطوا الكلاص. هذا الديسير. دونك الدريساج نتاعو يكون على مينوت خاطر باش يكون عندنا قهوه سخونه. سخونه. على الكلاص البارد. على الكلاص البارد. هو هذيك هي الحاجه البنينه راه. فوالا. انا ساعات ناخذ بول دو كلاص فاني. نحطها في وسط قهوه تبدا صغيرة عرفتها قهوه تبدا صغيره وتحط فوقها بول دو كلاص فاني لا سكر لا حتى شيء. حطوا شويه سخون قهوه. دونك علي خليتك انت مستنسين نحن. دونك فوالا رزع شويه معاهم ما نسيتش معاهم تنمسحوا. دونك حطينا الكريم شونتيي نتاعنا فانواز اللي طلع حضرناها باش نغطيو بها لوتو ونزينو. داكا فوالا. يبدا كل شيء من غادي تدخل شونتيي باردة. على الكلاص بارده وسخونه على القهوه باش تكمل غادي تزين شويه. حط لي شويه هيك ناخذ شويه من القهوه نتاعنا هكا ضربت لي بصايي. يعطيك الصحه شيف. وين وصلنا؟ مازلنا نقليوا. وي مازلنا نقليوا. ان توكا المنيو نتاعنا ظهر لي حاضر. اي جوب مانغ اليوم نتاع ديليس. نكملوا نقليوا كعيبات السمسه البات اللي بالبيستو حاضرين. شيف جيب لي هاك اللي ديسير نتاعك بحذانا من هوني. خلاها هي ذوما عرفتهم كجماعه كلي حتى لاخر دقيقه شقال فاتر هما مازالوا يعملوا في السويبع وفي السمسه وفي البريك. دونك خليك تخدم على روحك. احنا حاضرين قلنا كي نقعدوا نستنيو في شقان فاتر نستنيو فيك انت باش تكمل. المليح يبطا. ميرسي بوكو هيفا. ميرسي شيف عباس. ميرسي لكم انتم اللي تفرجوا علينا كل نهار على قناه نسمه. نذكركم اللي تنجموا تعاودوا تشوفوا الحلقه نتاع اليوم على الباج فيسبوك الكوجينا. انا يا جماعه خلي كان باش نقول لكم شيء طيبه. باي باي اي على بروشين. هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة. الفرقة جمرة قرميشة تونسية وبنة عالمية. سيدة عالبنة متفهمين.